وقع SGBL وماستر كارد شراكتهما الاستراتيجية مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة لدعم مستقبل كرة السلة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي حاشد. وتندرج هذه الشراكة في إطار سياسة SGBL في المسؤولية الاجتماعية التي تضم دعم مواهب الشباب وتمكينهم من خلال الرياضة. إن SGBL وماستر كارد قد شكلا ثنائيا لدعم الاتحاد اللبناني، بحيث يتحدون ثلاثا في فريق واحد قوي يساهم بتطوير لعبة كرة السلة في لبنان. وتمنى جميع الحاضرين التوفيق لمنتخب لبنان في مباراتيه المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم.